الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة. برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. بعد رحلة قصيرة في النيل ووسط أمواج هادئة وعلى متن شراع يعرف طريقه جيدا وسط جزر وصخور قديمة قدم النيل ذاته، وقف ينتظرنا على حافة الجزيرة بابتسامته العريضة وملامحه السمراء البشوشة. جاء ليأخذنا إلى عالمه الخاص الذي صنعه بدقة شديدة، ليحكي عن حضارته وحلمه الذي استطاع أن يحققه على أرض الواقع، حيث حول منزله إلى متحف صغير جمع فيه مقتنيات نوبية ترسم صورة واقعية عن الحياة في النوبة، وتحكي عن بلاد الذهب، تلك الحضارة الممتدة التي ارتوت من مياه النيل ولم تشبع بعد. عندما يتحول الحلم إلى حقيقة يصبح أجمل من الخيال. موزايك النهاردة هنرسم حلم بيه ابن النوبة الحاج محمد صبحي. الحاج محمد صبحي حلم أنه حول منزله لسفارة نوبية تحكي تفاصيل الحياة داخل النوبة. هنشوف النهاردة إزاي عرف الحاج محمد صبحي يحقق حلمه، ونشوف تفاصيل الحلم معاه. برحب بك حاج محمد. يا أهلا بكم، يعني إحنا ده شرف كبير أنه تزورونا في بيتنا. يعني محمد احنا موجودين معاك داخل الحلم الخاص بيك، نعرف امتى بدأت تحلم ان انت تعمل بيتك مكان يحكي تفاصيل النوم. والله انا يعني لقيت انه في زيارات كتيرة للقرى النوبية، وفي فقر في المعلومات، يعني عند الكثير من سواء كانوا مرشدين او توليدرات، فبيبقوا محتارين يلاقوا معلومة من فين. فأنا في الوقت اللي أنا عندي كتب كتيرة عن النوبة، فقلت طيب ما أنا أعمل مكان متحف، يعني أشرح من خلاله النوبة، وكل اللي هيجي يكون معاه أفواج أو مجموعات هيبتدي يتكلم كلام، يلاقي مادة يتكلم فيها عن النوبة، مادة حية. يعني فجس الكلام بس تبقى بالصورة. لا لا، عملت بالنماذج والصور، ويعني عملت شيء لأنه دي شغلتي، يعني في ملعبي. فيعني قلت أنا بالطريقة دي أقدر أقدم يعني خدمة للنوبة من خلال هذا. يعني محمد، يمكن تفاصيل النوبة تفاصيل مميزة جدا، ويمكن ده سر تميز أهل النوبة. دايما كل حاجة هنا مختلفة، الألوان مختلفة، الأدوات مختلفة، التفاصيل مختلفة. حضرتك حاولت تجمع كل ده في شكل معين أو في مكان معين بحيث ان احنا نرسم لوحة للنوبة. هل اختصيت بزمن معين للنوبة ولا تفاصيل عامة؟ والله هو أنا يعني هنا في المتحف بتاعي بركز على النوبة قبل التهجير، لكن برضو عملت جزء برضو لعملية التهجير، ويعني وعملت بحيرة ناصر جوه في المتحف وكده. فأنا حبيت أدي فكرة شاملة عن النوبة، النوبة قبل التهجير، النوبة بعد التهجير، الطيور والحيوانات والزواحف والأسماك والحشرات
والصخور اللي موجودة في بيئة النوبة، بحيث انه السائح او الزائر ايا كان يعني يجي يبقى ايه خد، وده التعبير اللي هم بيقولوه يعني السياح، يقول لك ايه، يقول لك lot of information، يعني معلومات كتيرة جدا، فهو بيطلع هنا مستكفي من المعلومات عن النوبة من خلال هذا المتحف. احنا موجودين دلوقتي حاليا داخل الفناء الخاص بالمنزل، حاولت حضرتك تجمع فيه بعض العناصر، لو نتكلم على يعني ابرز الحاجات اللي انت اهتميت ان انت تحطها في المكان وتحاول تدي صورة عن الحياة في النوبة. والله انا المتحف عندي منقسم الى قسمين، قسم البيت النوبي اللي هو احنا قاعدين فيه ده، وفيه يعني ايه الكاركتر بتاع البيت النوبي، الرسوم الجدارية في النوبة ايه بتمثل ايه، الادوات الاستخدام في النوبة، الرحايا والفرن واللي هو جربة المية، يعني مثلا ادوات تخزين البلح، ادوات تخزين الغلاء، اواني فخارية، كل الاشياء اللي بتستخدم في الحياة النوبية حطيتها في البيت النوبي. وعملت الزخارف برضو اللي بتعبر عن النوبي، عبر عن حياته من خلال الديكوريشن بتاع البيت. يعني كمان الفرن حاجة أساسية موجودة، وهي فعلا بتبقى موجودة في كل بيت نوبي، حاجة أساسية موجودة داخل. طبعا لأنه هو احنا حتى عندنا الفرن بنقول عليه ديو ديو، ولذلك حتى بالنوبي اسمه ديو، ولذلك لأنه أهم حاجة في المطبخ الفرن، فسموا المطبخ باسم الفرن، قالوا عليه ايه، قالوا ديوكا، ديوكا يعني معناها بيت الديو او بيت الفرن. دي بقى انتوا بعد كده عملتوها ايه، يعني اللي مش نوبيين راحوا عملوا لها ديفورميشن، يعني عملوا لخبطه ليها وبقت دوكا، فهي دوكا اصلا جايه من ايه، من ديوكا يعني بيت الايه، بيت الفرن. ف اهتميت بالموتيفات او بالعناصر زي المفارش او زي الحاجات اللي موجوده في الحيطه من الخوص او كده، دي بتدي برضو حياه، وفعلا الحاجات دي بتستخدم حتى الان. انا بحاول يعني لما بشرح النوبه عشان ابسط المعلومه، انا كنت شغال مدرس علوم على فكره في ليبيا، فكنت دايما ابسط المعلومه، فبحصر لهم النوبه، بقول له اللي عايز يفهم النوبه في ثلاث حاجات مهمه، مدخل للنوبه، ثلاث مداخل للنوبه، النخله والمرأة والنيل. فالنخلة هنبص نلاقي كل الأساس بتاعنا موجود، السرير يعني السرير، الترابيزة، الكرسي، قفص الحمام، قفص الطماطم، كل دي من الجريد بس. وبعدين المفارش دي برضو، ما هي ايه، هي برضو احنا عندنا النوبي كان عنده صفة انه ما يحاولش يفقد حاجة ولا يرمي حاجة، فحتى الهدوم القديمة كان يعملها شرائط شرائط شرائط، ويعمل منها اللي هي المفارش دي الموجودة. فهو كان عنده ايه، كان عبقري في استغلال كل شيء، حتى الحلف اللي هو الحلف ده الواحد لما يمسكه بايده كده بيجرحه، اتعمل منه حصير. كل شيء استخدمه النوبي في انه هو يعمل بيه حياه يعني حيه. المعلقات برضو من النخيل، المعلقات دي كلها يعني ايه من انتاج النخله، لان النخله كل شيء فيها، الجريد بيستخدم في العمل الاشياء، الليف برضو منتجاته انا عارضها على الحائط، الليف كل منتجات الليف. طيب السعف النخيل عارض المنتجات بتاعته اللي هي الشنط والمقاطف والحصير النوايا كمان، وحتى النوى، حتى النوى انا لما بشرح بقول لهم النوى ده بيتحرق والرماد بتاعه بيستخدم كحل، معمول منه اللي هو ايه فهنا يعني فكره اللي هو فكره انك توظف كل حاجه. يعني انا كنت نزلت مقال في مره عن الاقتصاديات في النوبه، انه ازاي بيوظف كل حاجه، ما بيرميش حاجه عشان خاطر ايه، ظروف الحياه صعبه ضيقه. فياريت، حتى قلت ياريت ان احنا نقتدي بالنوبه القديمه لما كان
اي يعني زي ما تقولوا بيعمل من الفسيخ شربات ازاي كده. كمان الاواني الفخاريه برضو من الحاجات اللي ليها قيمه جدا في البيت النوبي، وبتتصدر المكان وبيبقى ليها تركيز خاص كده. حضرتك برضو وضعت نماذج مختلفه في الاستخدام ومختلفه في الاشكال. الفخار طبعا، الفخار ده قديم سواء في يعني اهم اقدم حضاره نوبيه هي حضاره كرمه. حضاره كرمه مشهورة بالفخار، عملوا فخار عجيب يعني. فالفخار ده من التراث من منذ قديم الزمان. الفخار بقى احنا دلوقتي بنستخدمه، يعني في عندي حاجات بنخزن فيها البلح اللي هي ماشية كده، دي بنخزن فيها البلح. في الزير اللي هو بيستخدم للمية، والزير على فكرة يعني فكرته ايه؟ هو بتحط فيه المية، ففي مسام، المية بتطلع من المسام، لما المية دي اللي في المسام دي تتبخر بتسحب الحرارة من جوه، فالمية جوه تبرد. يعني زي ما احنا نحط ايه، زي ما احنا نحط سبرتو كده هنا في الايد، فلما السبرتو ده يطير بتبقى هنا برد، بياخد هو الحرارة. ويعني ايضا الفخار بنعمل منه الطاجن. الطاجن ده افضل اكل بيتعمل في الطاجن. ليه؟ لانه الميزه الفخار ان هو بيوزع الحراره في كل اجزاء، يعني انت بتحط البتاع وتحط عليها الغطا فبيعمل لك توزيع في الحراره في كل، فلذلك الطبيخ يكون مستوي بنفس الدرجه في كل اجزائه، عشان كده بيطلع طعمه حلو، ما يكونش حته مستويه وحته يعني. ده كمان طبعا الفخار بيعمل منه موقد الفحم اللي هو بتاع الشيشة والكلام ده. الفخار يعني طبعا، يعني الفخار ده طبعا ايه، حاجة يعني فن، يعني حتى لدرجة انه بدأوا يؤرخوا ويستخدم الفخار في التأريخ، يعني انت الفخار ده القرن كذا، الفخار ده القرن كذا، الفخار يعني الفخار ده من اهم المنتجات في النوبة. فاحنا حاج محمد كمان احنا موجودين هنا في الفناء السماوي، ويمكن ده من اهم معالم اي بيت نوبي. الفناء السماوي ده بيدي صفاء للروح، وبيدي سكينه، وبيعمل نوع من نوع من الصحه يعني. في تجديد هواء ودخول الشمس، يعني يسمح بدخول الشمس للاوض، في تجديد هواء، فايه فتلاقي الجو صحي، الجو ايه تلاقي فيه ايه زي ما بيقولوا الطاقه الايجابيه فيه عاليه يعني. ايه غير بقى البيوت الاسمنت والمسلح والحاجات دي المكفوله دي بتلاقي فيها طاقه سلبيه كتيره، انما هنا يعني ما شاء الله الحمد لله، يعني دي من نعم انه يكون عندك حوش مفتوح تقعد فيه كده. حاج محمد اسمح لنا نتجول في المتحف بتاع حضرتك ونتعرف على معالم اكتر للحياه النوبيه. لا تحت امرك. حاج محمد يمكن اهتمام أهل النوبة بالرسوم وبالألوان واضح جدا طبعا، ومن أهم ما يميزهم، بس الأهم أن كل رسمة وكل حاجة بتتحط على الحيطة بيبقى ليها مدلول، يمكن أنتوا أكتر ناس بتبقوا عارفينه، بس برضو بيبقى معروف لبعض الناس. هو الحقيقة هذا الكلام صحيح، لسبب احنا أنا هنا في دي أوضة النوم، الأوضة دي أوضة النوم هي أهم غرفة بالنسبة للنوبي. ليه؟ لأن النوبي عنده اعتقادات بأن الأرواح الشريرة ممكن تدخل الأوضة دي وتحرمنا من الخصوبة، أو تخلي
الست الحامل تجهض، او تخلي الست يكون فيها لبن قليل ما يكفيش لارضاع الطفل. فمين المسؤول؟ الارواح الشريره. يبقى اذا هو مش مصلحته ان الارواح الشريره تدخل، فيروح مطلصم الحيطه دي. الحيطه دي كلها ايوه هي زخارف وجميله وكل حاجه، بس لكن هي في الاساس عباره عن تعاويز وحرز وكذا، حماية من الأرواح الشريرة. يعني مثلا هنلاقي السيفين وكف فاطمة وسجادة الصلاة والهلال، دي رموز إسلامية حماية من الأرواح الشريرة. حتى الأطباق اللي هي دي، الأطباق دي من أيام هو كان بيعبد رع، رع هو قرص الشمس، رع هو بيعتقد إن القرص الشمس يعني إن دي بتعكس الأشعة في عين الحاسد عشان تعميه. فهو بيوفر كل وسائل الحماية لهذه الغرفة عشان ما تدخلهاش الأرواح الشريرة. محمد صبحي، يمكن الجزء الوثائقي من أهم الأجزاء اللي موجودة في المتحف الخاص بحضرتك. زي ما ذكرت حضرتك أن المرأة دورها مهم جدا في بلاد النوبة، ويمكن هي بتقوم بمعظم الدور الرئيسي اللي موجود في القرية. حضرتك حاولت تصور دور المرأة في مجموعة من الصور بتبرز أهميتها ودورها في المجتمع، نتكلم عنها؟ والله هو صحيح، هذا الكلام صحيح. أنا طلعت الصور دي من كتاب اسمه روبرت فيرنيا، اللي هو عمل توثيق للنوبة قبل التهجير. فأخذت منها الصور اللي توضح أن المرأة بتلعب الدور الأكبر في حياة الإنسان النوبي. يعني الإنسان النوبي احنا طلعنا دور أمهاتنا كان أكبر من دور أبهاتنا. يعني الأب بيكون يمكن 25% والأم 75% من الدور. ليه؟ لأنه الآباء بيشتغلوا في القاهرة واسكندرية وبيبعت فلوس، هو ده. لكن مين اللي بياخد باله من القرية في كل الأفعال؟ هنجد أنا مصور بقى حاطط الصور دي اللي هي بتورينا المرأة وهي بتعمل عيش الدوكة ده، بتعمل الشعرية، بتعمل العيش العادي، هي اللي بتجيب المية من النيل، كانت هي اللي بتقوم بالزراعة برضو. يعني حتى المرأة يعني في صورة معبرة بتورينا البنات ومن هم صغيرين ماسكين الرحايا وايه وبيشتغلوا، والولد بيلعب بالقطة. ليه؟ لأنه لسه مسؤوليته بعد ما يكون 20 سنة يسافر القاهرة يروح يشتغل. لكن المرأة جني المحاصيل برضو من الحاجات المهمة، جني البلح المرأة، الرسوم الجدارية، شوف دي كلها الرسوم الجدارية، تزيين البيت. لدرجة ان في واحدة ألمانية عاملة بحث على ايه عمل المرأة في تزيين البيت النوبي، يعني كأنه عمل يعني أنسوي بحت. رحلة الحصول على الماء برضو دي حاجة من الحاجات المهمة. دي كان طقس يومي يقام مرتين، مرة في الصباح ومرة قبل المغرب، البنات ينزلوا يملوا المية. ده كان طقس يومي كان يتعمل كل يوم مرتين، وفي خلال ده بقى ده اللي هو ايه يعتبر ايه زي مصطبة الستات، يحكوا بقى على ده وده. يعني ايه دي فرصة للايه اجتماعية. فرصة اجتماعية. كان كمان التزيين واهتمام المرأة النوبية بالزينة والجمال ده حاجة معروفة برضه. طبعا. وكان يقوم يعني الكوافير كان امرأة، وبرضو اعمال الخوص والنخيل، أشغال اليدوية دي كلها شغل. عشان كده المرأة كان لها أهمية في النوبة. يعني انا مثلا اسمي محمد، امي اسمها فاطمة، الناس يقولوا محمد فاطمة وعندي عادي، لكن لو عملت كده في الصعيد محدش هيسيبك، هتبقى إهانة. أيضا الطلاق في النوبة كان نسبته قليلة لأن المرأة لها أهمية كبيرة. تعدد الزوجات ما كانش كتير في النوبة مقارنة بالصعيد، لأن المرأة كان لها أهمية كبيرة.
الحاج محمد، لو نتكلم على قلب النوبة أو جوهر النوبة، دايما مرتبط بالنيل. النيل مش بس حاجة بيتعاملوا معها النوبيين يوميا، النيل بيبقى حاجة في روح النوبي من جوه. اهتمامكم بالنيل ويمكن على مدى التغيرات اللي حصلت في الفترات الأخيرة تاريخيا واضح جدا، وحضرتك حبيت إن أنت توثق ده بالصور. علاقتكم إيه بالنيل؟ هو الحقيقة النيل هو الأم للنوبة، يعني الشاعر النوبي بتاعنا قال ايه بالنوبي، بيقول للنيل ونيل ارنا فيتشي تيريرو، يعني يا نيل احنا عيالك، لانه النيل هو الام، هو اللي بيدي لكل شيء. الزراعه اهو، دي الساقيه دي لرفع المياه عشان الزراعه، الري، السمك من النيل، الطمي ده عباره عن ايه، مخصب طبيعي، وكمان ايضا بيتعمل منه الطوب اللي هو والفخار وكل، يعني كل الادوات اللي بيستخدمها النوبي. عشان كده النوبي اعتقد ان في ملائكه طيبه بتعيش في النيل، يجي ليله العاشوره يعملوا رز بلبن ويروحوا يرموها في النيل عشان ارضاء هذه الملائكه الطيبه اللي بتديهم بقى ايه، السعاده، الصحه، الخصوبه، عشان يخلفوا، الزواج، المحصول جيد من البلح. كل شوف مدى الارتباط الروحي بين النيل والنوبي، كمان كان هو الصلة بينه وبين الحياة كلها. يعني هو معظم النوبة برضو جزر، أو عشان يوصل لأي مكان يبقى النيل هو وسيلة. صحيح، ولذلك حتى القرى النوبية كانت ايه مرتبطة اسمها بالنيل، يعني يقول لك مثلا ايه، هنا الجزيرة دي كنا نقول عليها سوان أرتي، أرتي يعني جزيرة. فهتلاقي الاسامي بتاعت في 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 امبو نارتي، في دبل نارتي، كلها اسماء مرتبطه ان هي ايه بالنيل، يعني ايه الاسماء بتاعت النوبه مرتبطه بالنيل. هنجد هنا في الـ هنا عمليه التهجير بقى، دي كان فيها شويه صعوبه لانه تم التهجير، ادي بتتجمع الناس عشان تاخد المراكب والبواخر، وبياخدوا العفش بتاعهم معاهم، بياخدوا الحيوانات بتاعتهم معاهم. بيئة مميزة جدا، والكائنات اللي موجودة فيها يعني يمكن مختلفة عن أي مكان تاني في مصر. حاج محمد، حضرتك اهتميت تبين بعض الكائنات اللي بتميز النوبة، ويمكن اخترت أنواع معينة من الأسماك وأنواع من الحشرات. تكلمنا عن هذا الجزء من المتحف، وإيه اللي اهتميت وركزت عليه؟ والله هو يعني أنا حبيت في المتحف أعرض الحياة في النوبة بكل أشكالها، يعني احنا تكلمنا عن البيت النوبي والعادات والتقاليد لكن برضو الحياة الطبيعية، الأسماك اللي يعني إيه الأسماك دي، النيل ده مهم جدا لأنه إيه مصدر للسمك، ففي الأسماك أنواع مختلفة واعتقادات النوبي. هنجد هنا اللي هو الرعاد ده، الرعاش ده بيدي تشوك كهرباء 350 فولت، بس هو إيه ما بيديش كهرباء مستمرة، بيدي كده عشان يعني ايه لما تمسكه يعني شيل ايدك، يعني هي للحمايه. الاحسن انواع طبعا البلطي والساموس، ده افضل حاجه للاكل يعني. الساموس ده طبعا في بحيره ناصر بيوصل احجام كبيره جدا، يعني هنا دي برضو اسمها الفقهه، او لان الاسنان بتاعتها كده بيسميها حمار البحر برضو،
الفقعه دي بتنفخ، دي سامه ما حدش بياكلها، لكن اليابانيين الوحيدين اللي هم بياكلوها، وده بيعيش في النيل وبيعيش في البحر، في المياه المالحه وفي المياه الحلوه. اللي عندك برضه هنا اللي هو كلب البحر، يعني هنا ده كلب البحر ده هتلاقي فيه اسنان، ده لما تروحي في السوق بتلاقي فيه محلات اللي بتعمل الفسيخ، هو ده يعني اساسي في هنا. برضو حطينا الحشرات اللي هي موجودة في النوبة، اهم حشرة فيها واخطرها العقرب طبعا، العقرب لانه ايه، لانه ده من الحشرات اللي كانت منتشرة في النوبة سابقا قبل الكهرباء. احنا زمان كنا مجرد ما المغرب يدخل نروح ايه، ما حد نروح رافعين رجلينا على السرير على العنقريب، ما حدش لو نزلت رجلك تحت يعني هتتلسع بالعقرب، كان زمان كده. طبعا الجعران برضو من الحشرات اللي هي منتشره واللي هي قدسها النوبي القديم والمصري القديم قدسوها. عندنا الجراد، الجراد طبعا ده يجي كل 30 سنه بكميات رهيبه جدا ملايين، ويعمل ايه، وياكل كل ما هو اخضر. محمد، يمكن بحيرة نصر من الأكثر الحاجات اللي بتأثر على حياة النوبيين، ومعظم الحياة كانت على ضفاف هذه البحيرة. حضرتك اهتميت ان انت تعمل نموذج للبحيرة بالكائنات اللي موجودة فيها والبيئة اللي موجودة حوالين البحيرة عشان توضح أهميتها بالنسبة للنوبيين. والله طبعا دي هي البحيرة عبارة عن مية وحواليها رمال وحواليها جبال، ده وفي صورة معبد، يعني ايه يعني ده جو البحيرة. المكان بتاعك بيستقبل العديد من السياح اللي بيحبوا يتعرفوا على المكان وعلى يعني ما يمثله بالنسبة للحياة النوبية. حضرتك بتهتم توصل لهم ايه المعلومات او تديهم ايه الفكرة العامة عن النوبة واهل النوبة؟ انا بحب اوريهم اولا يعني ايه هي النوبة جغرافيا، بحدد لهم معايا خريطة، بحدد لهم الجغرافية بتاعتها ايه، طيب ايه العادات وايه البيت النوبي ده، ما هو البيت النوبي من خلاله زي ما انتوا حضراتكم شفتوه احنا بنشرح العادات والتقاليد والمعتقدات بتاعت النوبيين. النوبي بيحب ايه، بيخاف من ايه، بيكره ايه، كل الحاجات دي بنعرضها من خلال إيه؟ فبيطلع السائح مش واخد معلومات سطحية عن النوبة، لا انا بدخله الى عمق النوبة، انا بدخله الى عمق النوبة، بيطلع بقى متشبع بايه، فاهم خلاص، يقول لك انا كده ما يعني، انا في عندي ناس كتير تيجي تقول انا زرت اماكن يعني متاحف، لكن انا هنا عرفت الحياة النوبي، يعني الحياة ليه، يمكن احنا عشان بنشرح كمان فبندي اسراء للمكان يعني. شكرا جدا.
كده اللوحات رسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم في حلقة جديدة من موزيك.